لن تصدق ماذا فعلت هذه الزوجة مع زوج أختها وأمام أبنائه. فكانت النهاية الكارثية. ابقوا معنا لنهاية الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نصل بهذا الفيديو لمئة ألف لايك، واشترك في القناة ليصلك كل فيديو من قناة هل تصدق. أما الآن هيا بنا لننطلق. كانت هناك زوجة تعيش مع زوجها الذي كان يحبها جدا، وكانت هي أيضا تحبه جدا، وكانت حياتهم على ما يرام. فكانت الزوجة لا تحتاج إلى أي شيء، حيث كان زوجها يرسل لها كل ما تحتاج إليه، سواء كان في عمله أو عندما يعود إلى المنزل. وكانت الزوجة تحمد الله وتشكر فضله الذي رزقها بهذا الزوج الذي يخاف الله سبحانه وتعالى ويتقي الله في زوجته وفي عمله أيضا. وظلت الأمور هكذا حتى دخل الشيطان بين زوجها وبين زوج أختها الذي أيضا كانت تحبه جدا ولا تقبل عليه أي شيء على الإطلاق. فحاولت كثيرا أن تصلح ما بينها وبين زوج أختها وأن تأتي على نفسها حتى لا تنقطع عن أختها، وكان ذلك بسبب أن زوج أختها يقوم بضرب أختها كل يوم وأمام أولادها. فكانت أختها الأكبر تقوم بالدفاع عنها أمام زوجها الذي كان يقوم بطردها من منزله حتى لا تتدخل بينه وبين زوجته التي هي أختها الأصغر منها. وبطبيعة الحال كانت تحدث المشاكل بين الزوجة وبين زوج أختها بسبب هذه المشاكل، حتى جاء يوم وحدثت مشكلة كبيرة بين أختها وزوج أختها، حيث إن أختها وقعت على الأرض مغشيا عليها وتم نقلها إلى المستشفى، وبعدها فارقت الحياة. فحزنت عليها أختها جدا وقامت برفع قضية على زوج أختها واتهمته بأنه هو السبب فيما حدث لأختها، ولكن لم ينصفها القانون نظرا لأنه لا يوجد هناك ما يحسن موقفها في ذلك الاتهام. وبعد ذلك بفترة ذهبت أختها إلى العمارة التي كانت تسكن بها أختها قبل أن تتوفى، ولسوء الحظ أن زوج أختها شاهدها وهي تدخل إحدى الشقق الذي يسكنها شابا بمفرده، فقام بالاتصال بزوجها وقال له على كل شيء. فقام زوجها بمراقبتها حتى ينتقم منها، وبالفعل جاء اليوم التالي ونزل الزوج إلى عمله، ثم وقف بعيدا عن المنزل حتى يجد زوجته خارجة من المنزل، فذهب وراءها دون أن تشاهده حتى وصلت إلى العمارة التي كانت تعيش بها أختها قبل وفاتها. فكان زوج أختها منتظرها أيضا حتى يمسك بها مع زوجها، وبالفعل تقابلوا سويا وقاموا بالصعود ورائها حتى يكتشفوا الحرام الذي تفعله. وعندما وصلوا إلى الدور الذي استقرت به الزوجة كانت المفاجأة الصادمة، وهي أن الزوجة تأتي كل يوم إلى أبناء أختها وتعطي لهم الطعام الذي يحبونه، وتعطيهم أيضا كل ما يحتاجون إليه، كان ذلك بدون علم زوجها، حيث إنها خافت حتى يرفض ذلك الأمر ويقطع علاقتها بأبناء أختها. فكان الحزن والحسرة والندم على وجه زوج أختها بأنه قام باتهامها أمام زوجها وهي تأتي حتى تطعم أبنائه الصغار بدون أن يعلم بسبب المشاكل الذي بينها وبينه، وكانوا أولاده يعلمون ذلك ولم يقولوا له على أي شيء على الإطلاق. فوقع الزوج على ركبتيه أمام أخت زوجته وزوجها وهو يريد أن يقبل قدميهما حتى يسامحوه على ما فعله منذ أن تزوج أختها حتى ذلك اليوم. ولم تجد أخت زوجته غير أنها تقبل اعتذاره عما بدر منه بعدما تأكدت بأنه سوف يتغير ويبقى مع أولاده حتى ينفق عليهم ويقوم بتربيتهم. وبالفعل تغير الزوج وكان يلوم نفسه كل يوم على ما كان يفعله مع زوجته، ولكنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى وقرر بأن يكفر عن ذنبه مع زوجته بأن يعوض أبناءه عن كل ما فقدوه، والأهم بالطبع هو فقدان أمهم. اللهم لا تجعلنا نسوء الظن بأحد قبل أن نتأكد، كما جاء في كتابك العزيز: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كان هناك مسجد صغير يؤم الناس فيه شيخ كبير في السن. وذات يوم التفت الشيخ إلى المصلين وقال لهم: أين الناس؟
ما بال أكثر الناس وخاصة الشباب لا يقربون المسجد ولا يعرفونه؟ فأجابه المصلون: إنهم في المراقص والملاهي. فقال الشيخ: وما هي المراقص والملاهي؟ فرد عليه أحد المصلين: المرقص صالة كبيرة فيها خشبة مرتفعة تصعد عليها الفتيات عاريات أو شبه عاريات يرقصن والناس حولهن ينظرن إليهن. فقال الشيخ: والذين ينظرون إليهم هم مسلمون؟ قالوا: نعم. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، هيا بنا إلى تلك المراقص لكي ننصح الناس هناك. فقالوا له: يا شيخ، أين أنت تعد الناس وتنصحهم في المرقص؟ حاولوا أن يثنوه عن عزمه وأخبروه بأنهم سيواجهونه بالسخرية والاستهزاء وسينال منهم الأذى. فقال لهم: وهل نحن خير من محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأمسك الشيخ بيد أحد المصلين ليدله على ذلك المرقص. وعندما وصلوا إليه سألهم صاحب المرقص: ماذا تريدون؟ فقال له الشيخ: نريد أن ننصح الناس ونعيدهم في المرقص. فتعجب صاحب المرقص وأخذ يتمعن النظر فيهم ورفض السماح لهم بالدخول، فأخذوا يساومونه ليأذن لهم حتى دفعوا له مبلغا من المال يعادل دخله اليومي. فوافق صاحب المرقص وطلب منهم أن يحضروا في الغد عندما يبدأ العرض اليومي. ويقول الشاب الذي يحكي هذه القصة: فلما كان الغد كنت موجودا داخل المرقص، وبدأ المرقص بإحدى الفتيات، وعندما انتهت أسدل الستار ثم فتح مرة أخرى، فإذا بشيخ وقور يجلس على كرسي، فبدأ بالبسملة وحمد الله وأثنى عليه وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ في وعظ الناس الذين أخذتهم الدهشة وتملكهم العجب وظنوا أن ما يرونه هو فقرة فكاهية. ولكن عندما عرفوا بأنهم أمام شيخ يعظهم أخذوا يسخرون منه ويرفعون أصواتهم بالضحك والاستهزاء، وهو لا يبالي بهم واستمر في نصحه ووعده حتى قام أحد الحضور وأمرهم بالسكوت والانصات حتى يسمعوا ما يقوله هذا الشيخ. فبدأ السكون والهدوء يخيم على أنحاء المرقص حتى أصبحنا لا نسمع إلا صوت الشيخ، فقال كلاما ما سمعناه من قبل، تلا علينا آيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية وقصصا لتوبة بعض الصالحين، وكان مما قاله لنا: يا أيها الناس، إنكم عشتم طويلا وعصيتم الله كثيرا، فأين ذهبت لذة المعصية؟ لقد ذهبت اللذة وبقيت الصحائف سوداء.